استاذ حسين. نعم. اول شيء عرفنا بجنابك واني سامع المقابل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله استاذ احمد، واليوم نورت المدينه انت والكادر الكرام. الله يعزك. احنا بالبدايه انا حسين صادق رئيس نقابه ساقيه تك تك في العراق. اهلا. تاسست هذه النقابه من اجل تنظيم فئه او اصحاب التك تك في عموم العراق. طيب احنا كدورنا تنظيم الشباب، شفنا هاي الشباب ما حد يدافع عليه، هاي الشباب الصراحه شباب كادحه، الدوله ما قدرت تحتضن هاي الشباب. فاحنا غايتنا صار لنا 4 سنوات من تاسست النقابه، الحمد لله والشكر حققت هواي انجازات، ومن ضمنها ساهمنا في تخفيض رسوم تسجيل التوك توك. طيب الصراحه هذا اعتبره اهم انجاز. نعم. فاحنا اشتغلنا على الكثير من الامور في تنظيم ندوات كذلك للشباب عن طريق الاشائر المروريه، التوعيه بالتعاون مع المرور كذلك، يعني سوينا هواي ندوات توعيه وتنميه بشريه كذلك للشباب واحترام الشارع هم كذلك. طيب. نعم. شنو اللي صار ويا قضية قرار دولة رئيس وزراء ووزير الداخلية بتسجيل مركباتكم؟ نعم. تقريبا إذا أكو عدد إيش قد اللي سجلوا؟ تقريبا 60,000 فقط أصحاب تيك توك في بغداد وبعموم المحافظات، صراحة ما عندي إحصائية عن بغداد، نتحدث عن بغداد. بغداد تقريبا 60,000. أي والدليفري من غير الدليفري هاي تيك توك بدنا نحكي بس التيك توك تيك توك 60,000. نعم. يعني نعم. اليوم حلقتنا فقط تيك توك. نعم. ما ندخل بالدليفري هسه. نعم. الدليفري أرقام أخرى أيضا. بالضبط. صح. شنو صار بقرار دولة رئيس وزراء وزير الداخلية؟ التزموا بالقرار؟ نعم. لو مستمرين بالمنع؟ لو تمشون براحتكم؟ لو شنو؟ والله شوف استاذ احمد، احنا قبل فترة التقى بينا معالي الوزير الداخلية قبل لا يصير مال الارقام. طيب. قعدنا يوم معالي الوزير جنابك قعدت ويا وزير الداخلية؟ نعم. احنا كنقابة ساقية تك تك الممثلين عن اصحاب التك تك في العراق قعدنا وياهم. تمام. طلبنا من الوزير على مود مطالبنا انه يرفع الحظر من 6 للـ6 والشباب ما تنحجز اللي يرقهم. قال لا، انتم حاليا رقموا وراها ان شاء الله راح ارفع عليكم الحظر من 6 للـ6. هاي بعد احنا ثقينا كلام وزير، لازم نثق به احنا. المهم احنا وراها من طلعنا من مكتب الوزير حشدنا مواقع التواصل الاجتماعي، حشدنا على الواقع كذلك، وشفت استاذ احمد الزخم اللي على الحسينيه على الرسميه على التاجيات بغضا عن المحافظات الاخرى هم كذلك. فالحمد لله والشكر صار اعداد كلش كبيره سجلت، صار زخم على المواقع التسجيل. الحمد لله والشكر رقموا الشباب ورا فتره نشوف جاي يعاملون العده رقم والما عده رقم نفس التعامل. اليوم انا عندي لوحات مروريه ومسجل ورسمي جاي ينحجز بدون اي سبب، انا لا مخالف. يعني بس سؤال استاذ. نعم. حسين هسه اليوم اللي عنده توك توك. نعم. شنو عنده يعني الوثائق الثبوتيه شنو يملك؟ سنويه وجنسيته وبطاقه اجازه السوق. اجازه السوق بالضبط. هذا رسمية اصبحت عجله رسميه يعني بالضبط. حال اي سياره بالضبط. زي. حاليا جاي ينحجز وانت هاي تمشي عليك المخالفات. نعم. ضرب اشاره كذا غيرها هاي تمشي عليك المخالفات بالضبط. بالضبط صح. هاي يصير بس احنا يا استاذ احمد احنا اغلب الشباب مرقمين واصوليين جاي ينحجز. يا ليش جاي ينحجز؟ يقول له حظر. حتى قبل الحظر مرات يقول لي انا اريد عدد تكاتك شنو هاي العدد بيناتهم الضباط نفسيتهم يتفقون يردون عدد حتى كل من ياخذ حصته. حصته من شنو؟ حصته من التكتك. يحجز له مثلا 20 تكتك 30 تكتك بكل قاطع واحد. يعني تصور العلاقة كم قاطع بي قاطع واحد اقل شيء اذا ما يحجز 30 40 50 تكتك باليوم. زين. يتقاسمون بيناتهم الضباط وهذا عندنا تسجيل صوتي وكله موثق. شو يتقاسمون؟ يتقاسمون بيه فلوس بيناتهم. هاي قانونيه الفلوس ولا رشاوي؟ رشاوه هاي شيء اكيد. واكو يقول لك يعطيني من ياخذوها من ياخذوها من ياخذوها هذا اليوم من راح نحجز. ايه؟ تمام. راح اروح للقاطع. زين. يتفقون بيناتهم مدير القاطع والمفرزه اللي تجيبهم. زين. بيناتهم من راح يدفع هذا ابو التكتك ال 100,000؟ من يدفعها؟ يدفعها للقاطع. قاطع مال المرور. اها. اي يدفعها للقاطع. هاي استاذ حسين. نعم. حتى نكون واقعيين اكثر. هاي. نعم. هاي وصل يعني رسمي معناه انت؟ لا استاذ بدون وصل. اكو غرامات فوريه يسمون هذه يقول لك اعطيني غرامه فوريه بيناتهم وصولات. حتى الوصولات اغلبيتها وهميه. زين. اغلب الوصولات اللي جاي تنطبع وهميه بيناتهم. زين. اغلبيتهم حتى التكاتك مرات ما نبوقه تنحجز. زين. من يروح يطلعها الشخص لا يتابعون اوراقه لا يقولوا له هاي مو باسمك مو مجرد مباشره يطلعونها له. زين. واحنا جايين نعاني كذلك التكتك جاي تنحجز 7 ايام يلا تطلع 7 ايام. زين. هذا ابو التكتك شلون يعيش هاي 7 ايام؟ زين. قبل ما ننتقل الى شلون يعيش، انا اريد ابقى بخانه انه وزير الداخليه. نعم. صدر قرار بانه ساقية التيك توك المسجلين. نعم. يمشون براحتهم. بالضبط. مو؟ نعم. بس ممنوع عليكم الشوارع العامه بالضبط. السريعه يعني. صح. الطرق السريعه. زين.